دفعت المعارك المستمرة بين الثوار وتنظيم الدولة في ريفي حلب الشمالي والشرقي مئات العائلات للنزوح من مناطقهم إلى مدينة عزاز وريفها، حيث أنشأت بعض المؤسسات الإغاثية مخيمات عشوائية لا تزال غير مكتملة وتفتقر لأبسط مقومات الحياة. مراسلنا زار أحد تلك المخيمات وعاد لنا بالتقرير التالي. لا تزال حياة النزوح والتشرد تزداد قسوة على السوريين خارج وطنهم وداخله، بعدما دخلت الحرب التي أعلنها نظام الأسد وروسيا عليهم سنتها السادسة. مئات من العائلات القاطنة بريف حلب الشرقي والشمالي وجدت نفسها مجبرة على النزوح والانتقال من بيوتها بعد اشتداد المعارك بين تنظيم الدولة والثوار في تلك المناطق، أو بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على قراها وبلداتها. نزحت من حوالي الباب، صارنا اليوم 15 يوم هين لا خيم ولا سفنجات ولا بطانية، طلع باركين على الحصيرة وبينها السيارتين ولا خبز ولا حد عم يطلع علينا، واطفال صغار كليته والبرد ذبحنا. النازحون الفارون من مناطقهم المشتعلة لجأوا لمدينة عزاز ومحيطها، حيث أنشأت بعض المؤسسات الخيرية والإغاثية مخيم شمارق على عجل لاحتواء الكم الهائل من النازحين الذين باتوا يلتحفون السماء. المخيم البسيط وبإمكانياته المتواضعة يحوي الآن نحو 1000 عائلة ضمن ظروف غاية في الصعوبة، حيث يفتقر المخيم حسب القاطنين فيه لأبسط مقومات العيش، فلا وجود داخل المخيم لنقاط طبية ولا لمدرسة أو مجمع تعليمي ولا لدورات مياه منظمة، ومع نقص أيضا بأعداد الخيام الموزعة على النازحين. جينا من مناطق داعش، وأنا خيمتي هي صار عندي 4 سنين بنقلها من ضيعة لضيعة، وتخاني هاي وبدنا خيم بقولونا ما في خيم. طيب بكرة جينا الشتاء وين بدنا نبرك نحن بالخيمة هاي؟ لا تمسك ماي لا تمسك شيء، قتلنا البرد، وين نروح؟ القائمون على المخيم يوجهون صرخات تحذيرية لجميع المؤسسات الطبية والإنسانية والإغاثية للمساعدة في تحسين ظروف القاطنين داخله، ويحذرون من مغبة الشتاء الذي بدأ يطل برأسه عليهم وما سيحمله من معاناة. نحن إدارة مخيم شمارق استقبلنا 1000 عائلة تقريبا قادمة من مناطق داعش، وما زالت العائلات تتوافد من المناطق الشرقية. تم وضع بعض العائلات ضمن في خيم المتوفرة لدينا، لكن الإمكانية ضعيفة. النزوح معاناة باتت جزءا من حياة السوريين، ولا يبدو في الأفق القريب أو البعيد أي فسحة تبشر بانتهائها.